السلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. بما انه راس العام قرب، ان شاء الله كل عام وانتم محيين بالف خير. دونك حبيت نودكم بغوسيت الجينواز باش تحضروا بها الجاتو نتاعكم. دونك اول حاجه باش نبداو بها، بسم الله، باش نفصلوا اصفر العظمه على الابيض. خذينا 8 كعبات عظم، ومش نبداو توا، خذينا ساشي سكر فاني، رشه ملح، والابيض نتاع 8 كعبات عظم مش نركضوهم لمده 5 دقائق. لهنا ضروري جدا يكون العظم بدرجه حراره الغرفه، يعني لازم تخرجوا على القليله ساعتين قبل من الاستعمال باش المرانك نتاعنا تطلع وتجينا جينواز هكا عاليه وباهيه. دونك بعد 5 دقائق باش نزيدوا السكر بشويه بشويه، ما نقصوش على التحريك. لهنا القاعده تقول كعب عظم عليها 30 غرام سكر عليها 30 غرام فرينه، واذا كان باش تعمل كاكاو عليها 5 غرامات كاكاو. دونك لهنا معناها الكل في الكل خذينا 8 كعبات عظم عليهم 240 غرام سكر عليهم 240 غرام فرينه. دونك بعد 5 دقائق ملي حطينا السكر باش نزيدو اصفر العظمه، وكيف كيف باش نركضوه لمده 5 دقائق. هلا توا بعد ما كملنا باش نزيدو الفرينه، وباش نزيدوها على 3 مراحل. ما نحطوش الفرينه الكل فرد مره باش ما تحنيش الميرانغ نتاعنا. دونك نزيدو على 3 مراحل، ناخذو سباتول ونحركو من اللوطه للفوق. نكملوا نضيفوا الفرينه نتاعنا، فوالا. وهكا الخليط نتاعنا حضر. باش ناخذوا المول، هنا قطرها 20 سنتيمتر، باش ندهنوها بالزبده. قصيت لهنا البابي كويسون شكل دائري باش نحطوه في القاع نتاع المول. والباقي باش ندورو بيه المول نتاعنا، ماذا بينا نخليوه طالع هكايا الفوق باش الجينواز كي تطلع تلقى بلاصتها، ما تتبزعش على جناب. فوالا، توا المول نتاعنا حضر، باش نصبو فيه الخليط الكل. لهنا بطبيعة نكونو حلينا الفور على 180 درجة. لهنا حطيتو مروحة أنا، اما اذا كان ما عندكش المروحه تنجم تحل عليه من الفوق ومن اللوطه كيف كيف. خليوها تيب بالطبيعه لمده 30 دقيقه، ما بين 30 و 45 انت والفور نتاعك، وتتفقدها بعد 30 دقيقه تشوفها، ما تحلش عليها قبل باش ما تطيحش الجنواز. فوالا، لهنا كما تشوفوا كمان حطينا الخليط، حطوه بالطريقه هذه، حطيناه في الفور كما تراو. حبيت نوريكم بالضبط كيفاه، وتوا ما شاء الله كما تشوفوا جينوازنا حضرت. نحيوك زيد الكل باش نجمو نهبطوها. حطوا حاجه هكا منديله ولا اي حاجه نظيفه، ونقلبوا عليها الجينواز ما شاء الله كما تشوفوا بكل سهوله، ونحيوا البابي كويسون. لهنا بعد ما خليناها بردت شويه باش ناخذوا البابي سيلوفان ونغلفوها، وباش نحطوها في الفريجيدير لمده ليله كامله. دو بريفيرونس ما نستعملوهاش في نفس النهار باش كي تجي تقص ما تتفترش لكش الجينواز. فوالا، توا بعد بنهار كيما تراو جبدنا الجينواز نتاعنا باش نقصوها وباش نحضروا الجاتو. ان شاء الله في الفيديو اللي من بعد باش تلقاو طريقه تحضير الجاتو، الكريم او بوغ، كل شيء بالتفصيل. نقصوا اكل زايد من فوق الكل، فوالا.
وتوا باش نقسموها على أربعة، راهي هي تقبل التقسيم حتى على ستة، معناها أنت شنو تحب. ناخذ السكينة منشار كيما اللي خذيتها أنا، ونتبعوا بالسياسة بشوية بشوية، ونقصوا الجينواز كيما تشوفوا لهنا تاوع ما شاء الله. على هذه الطبقة الأولى نقصوا الطبقة الثانية بنفس الطريقة، نسيسو على هذه الطبقة الثانية، وتوا باش نكملوا الثالثة. هذيك الطبقة الرابعة والأخرانية. إن شاء الله تكون عجبتكم الجينواز تاع اليوم. مرحبا بكم الناس الكل.